نروح مع حضراتكم لموضوع آخر. الباحثة أسماء الليثي نموذج لفتاة مصرية ناجحة قدرت أنها تتعمق في أبحاثها ودراستها بشكل مميز، عشان كده فازت بجائزة الأمم النامية عن بحثها المقدم للمؤتمر الطبي ببرشلونة عن أورام الجهاز الهضمي. موضوع البحث كان عن تقييم خطط جديدة لعلاج أورام الجهاز الهضمي باستخدام طرق بديلة غير العلاج الكيماوي. تعالوا مع بعض نتعرف أكتر عن البحث والجائزة واللي فازت بيها أسماء الليثي. الباحثة أسماء الليثي فازت بجائزة الأمم النامية عن بحثها المقدم للمؤتمر الطبي ببرشلونة حول أورام الجهاز الهضمي، وذلك ضمن 5 فائزين آخرين من دول الهند وأوكرانيا وإيران. اشتمل موضوع البحث على تغيير خطط العلاج مستقبلاً باستخدام طرق بديلة لعلاج هذا النوع من الأورام التي تصيب الجهاز الهضمي بديلاً عن استخدام العلاج الكيماوي. وبلغ إجمالي عدد الأبحاث المقدمة لمؤتمر برشلونة 1200 بحث علمي عن الأورام المختلفة التي تصيب الجهاز الهضمي، وخضعت هذه الأبحاث إلى تقييم من قبل اللجنة المنظمة للمؤتمر، وتم اختيار 450 بحثاً للمرحلة التالية. ووقع الاختيار على 5 أبحاث متميزة حصلت على أعلى درجات التقييم بعد أن تخطت المعايير الخاصة بالأبحاث العلمية مع حصولها على أعلى الدرجات والفوز بجائزة الأمم النامية. وحصل الفائز على شهادة تقدير وجائزة مالية ومنحة السفر والإقامة على نفقة المؤتمر. وتستهدف الباحثة أسماء الليثي استكمال البحث الحاصل على جائزة التميز الذي يتحدث عن خطط تقييم علاج نوع معين من الأورام التي تصيب الجهاز الهضمي. وسبق أن حقق بحثها المقدم لمؤتمر برلين العام الماضي حول علاج سرطان الثدي المركز الأول أيضاً، حيث اختارته لجنة تحكيم المؤتمر من بين 250 بحثاً من مختلف دول العالم، فهي تعتبر أصغر عضو في المؤتمر بين المشاركين الذين تقدموا بأفكار جديدة حول علاج أمراض السرطان.